هي ايه مشكلة التحكيم يا استاذ جمال في مصر؟ هل هي مشكلة مشكلة رئيس لجنة حكام؟ هل هي مشكلة لجنة حكام؟ بص يا كابتن، هل هي هيكل هل اللي ما سمعناه امس من هيكلة لجنة الحكام، وبعدين فوجئنا بان محمود صبري كان بره فرجع مثلا، يعني بقول اي اسماء، محمود صبري كان بره اللجنة سنة او خمس ست شهور بعدين رجعوه تاني، وجمال الزهيري كان بقاله خمس ست شهور موجود قاموا ماشيينه وليس له علاقة بأي شيء غير ان هو موجود في الدرجة الثالثة مثلا اللي مالهاش علاقة بالدرجة الممتازة يعني. لا احنا يمكن احنا اول ناس برضه، فممكن نحط ايدينا نتكلم في ايه، نقول ايه اول ناس قبل الهيصة دي موجوده كلها. اول ناس كنا بنتكلم اول باول عن صحيح. مشاكل التحكيم، ولما كان كويس حضراتكم طلعتوا قعدتوا تقولوا احسن حكام مصر وكنا متفائلين بان الوضع يبقى افضل، انما الحقيقه الواقع بيقول ان الدنيا بايظه عموما. ليه يا كابتن؟ أنا عموما مش في التحكيم، انا فاهم، حتى في اتحاد الكوره مشاكل كتير. هتكلم في اتحاد الكوره لكن انا يخصني دلوقتي ليه؟ لانه انا دلوقتي يا استاذ جمال عندي ماتش يوم الخميس وبعدين ماتش يوم الاثنين وبعدين ماتش الجمعه وبعدين ماتش الثلاث وبعدين ماتش السبت وبعدين ماتش البتاع، فانا عندي ماتشات يا اما هاخد بيها الدوري يا اما بلاش الاهلي، مع ان انا من حقي ان انا اتكلم عن الاهلي، ولكن انا هنا بتكلم عن الاهلي. طيب الفرق اللي هتنزل او هتهبط للدرجه الثانيه مش حرام؟ ايوه طبعا، اذا كان يعني هناك حرام جدا، لان ده ظلم لجميع الفرق. وين المشكله؟ المشكله انه لجنه الحكام احنا بتجيب خبير اجنبي ليه؟ لما تكون عايز تطور من مستوى الحكام او من ادائهم. اللي واضح على ضوء التجربتين الاخيرتين اللي هما الانجليزي ثم البرتغالي انه مفيش جديد ملموس. وانا قلت برضو لحضرتك هنا كذا مرة انه في حكام من درجة اولى كانوا بيشاركوا في بعض المباريات اختفوا، علما بان مفروض اللجنة القائمة تدي فرص لحكام جدد. صقل الحكام دي نقطة مهمة جدا، توحيد القرارات مش هيجي غير بالمعسكرات الجيدة القوية. يعني كمان عايز بس اقول ان هي مش مشكلة اشخاص فقط، مشكلة سيستم داخل لجنة الحكام. هنجيب ايه بقى؟ هنجيب ده اللي انا بقوله انه احنا ما احنا عايز اعرف حكام كانوا موجودين في كأس الأمم الأفريقية حضراتكم طلعتوا قلتوا ده انا عندي احسن حكام في مصر. ايوه كانوا كويسين فعلا، ادائهم كويس. إيه لا هم بيقلقوا، زعلنا انه تم اختيار حكم من موريتانيا مع كامل احترامنا ليهم يعني وكل بتاع، انه كان المفروض كنا عملنا حكم قلنا المفروض ما يعني طعم اللي عندنا من عمر او محمود البنا او هو اللي يشتغل، هو اللي يدير المباراه النهائيه. يا كابتن طالما مفيش مسطره واحده للاخطاء وتفصل الاخطاء حسب الاهواء ماشي، هنا الكارثه بامانه شديده. انا خاب ظني في مستر بيريرا، لا اعلم هل يعني بعد انا اتكلمت عنه ودافعت عنه كتير وقلت عندنا فرصه، لكن اللي بيحدث من تكرار الاخطاء بصوره مبالغ فيها وغض الطرف لحساب انديه بعينها وحسب قوه المنافس ورئيس النادي خلاص يبقى انت كده هنا انت تقضي بالتدريج على ايه؟ على المسابقه وتثير الشكوك. لما تيجي في لعبه يستحق الطرد تعمل نفسك والفار يسرعك وتعمل نفسك بطل الابطال وتاخد قرار عكس. لما تيجي تحسب ضربه جزاء ومش موجوده في العقل الوهمي بتاعك ولما يبقى في كوره وفيها فاول ودفع وحكم اصلا ضعيف الشخصيه ولا ليه تاريخ وبعد كده تحطه في ماتشات مهمه ومثيره وتترك الامر، اين الحساب؟ اين الرقابه؟ اين لا الامور بامانه شديده خدتنا في سكه خلت الكل بدا يشك في مصداقيه المشهد اللي انت شايفه، مشهد مرتبك، تحكيم اصبح وضع على نفسه دوائر وعلامات حمراء في منتهى الخطوره، اتحاد الكوره يشاهد ويتفرج ثم ياتي ليقول اننا نجري بعد التعديلات بعوده الدكتور عزب حجاج ومعه مش عارف كابتن مش عارف سامي فاروق وبعد كده مشينا الاثنين، يعني هم الاثنين دول كانوا السبب يعني طب كان ممكن تعمل حاجه اذكى من كده، خلي الاثنين الموجودين دول من غير ما تجيب سيرتهم وتسيء ليهم وهات الاثنين انت عاوز تجيبهم برضو من غير احنا ما نعرف.
ماشي. لكن انت فين المشهد؟ انت طبعا مش قادر تتكلم مع بريرا عشان عقدك معاه ينتهي، عاوز عقدك ينتهي بدليل السؤال لماذا ظهر الان عصام عبد الفتاح؟ لسه كنت هقولها انا، لماذا ظهر الان وفي هذا التوقيت؟ اراد عصام عبد الفتاح ان يخرج علينا بتصريحات، ما انا بكلمك اهو، يخرج علينا بتصريحات وبحثا عن بحثا عن الترند كالعاده، ويدعي، وما انا حزين انه يصل به الامر الى ان يدعي اشياء غير موجوده على الاطلاق ويسندها لاخرين، والاخرين لم يكن قد تولوا المسؤوليه، يعني كلادن بيل لم يكن مسؤول ولا موجود، انت اللي كنت موجود وانت اللي كنت مسؤول. فالمساله غريبه جدا، وكل واحد بيحاول يدافع عن نفسه بصوره. فلا بد ان اضع الاهلي في جمله مفيده، بدون الاهلي لن يسمعك احد ولن يراك احد، فلا بد ان انا احط الاهلي في جمله مفيده لو انا عاوز اعمل ايه؟ نسبه مشاهده، عاوز كله يتكلم عليه. فاجي اعمل ايه؟ اقول لك اصل الاهلي بصوا، طب يعني السؤال هو الاهلي يعني هو الحكم كان موجود وقال له هو في الفار معاه في الهدى من جوه والنبي حط الخطوط من جوه عشان الاهلي ياخد ماتش مش بتاعه؟ يا اخي عيب يا اخي، ما يصحش والله، عيب، انت اكبر من كده. الإساءة للنادي الأهلي ومحاولات التشكيك لمنح المرضى من النفوس اللي هم بيدوروا على لقطة، انك انت تصل بهذه المرحلة يا اخي ما يصحش، انت بعيد عن المشهد. طيب نقدر نقول انك انت في الفترة الحالية عامل بيتك لمجموعة بتعمل فيها محاضرات للحكام الحاليين وتجيبهم وتقعد تعلمهم؟ يا نهار ابيض، ده في صور وفي فيديوهات يا كابتن عصام، ما يصحش كده. يعني انت يعني ايه الهدف؟ ايه الهدف انك انت تهين رئيس لجنة الحكام الحالي ورئيس لجنة الحكام السابق؟ طب على طب فين انت؟ يعني ايه اللي انت قدمته لنا وايه التطوير يا كابتن؟ ليه ايه الهدف انك انت تظهر الان في محاوله للتشويش والضغط على الحكام بانه الاهلي عاوز ياخد حاجه من مش بتاعت؟ مين قال الكلام ده؟ يعني دخل ايه؟ جرنا سؤال، كل الهدف الضغط عشان ابين المشهد لبيراميدز يعني بطل الابطال اللي احنا جايبينه، يعني مثلا اديله بطوله، ما ياخد البطوله بس ياخدها بقى بالعرق زي ما الناس اللي بتقول بعرقي ويعملوا الحركات اللي ملهاش لازمه. لا طبعا مشهد واضح ومكشوف وجمهور الاهلي عارف، وبقول انه النادي الاهلي وبقول لعيبته وجهاز الفني وجمهوره المرحله الجايه مرحله تحدي كبير جدا، مرحله تركيز في الملعب وشغل وجماهير لابد ان تكون حاضره بقوه في كل المباريات المقبله. انا بقول اهو على جمهور الاهلي، على جمهور الاهلي ان يعي جيدا انه محتاج الفريق يحتاج الى المسانده والدعم بصوره كبيره جدا بدءا من مباراه يوم الخميس. عندك الخميس وعندك الاثنين وعندك المباراه الكبيره يوم الجمعه او مع نادي بيراميدز، هي دي الثلاثه دول اعتبرهم دول ايه؟ نحو اللقب. فاعتقد انه المشهد تقراه وتنقل كابتن عصام من قناه لقناه ليحدثنا عن انجازاته وبطولاته، ده في حد ذاته امر مش مفهوم ومش لاقي له تفسير. وبعض ممكن تدخل يا كابتن سام في ان انا ايه بألقي حجر في المياه الركب. لا هو كابتن عصام كمان قال ايه؟ انا اشتغلت 7 سنين الا شويه، الاهلي فاز 6 مرات بالدوري. هو معلش دي ملاحظه برضو، انا ما بحبش ابدا لقب، حتى لما يجي حكم يدير مباراه اقول الاهلي او الزمالك ما خسرش معاه. يعني ايه؟ مش فاهم. انت بتحط نفسك، هل ده ايحاء يعني بان انت مع الاهلي؟ ما هو ده مش مظبوط. لا لا هو بيقول ان هو يعني ما لا يعني الملاحظه، انا مش مع الكلام ده يا جماعه. وش حلو يعني ولا حاجه؟ يعني الملاحظه وش حلو ولا حاجه ولا بتاع؟ يعني وش حلو ولا حاجه؟ لا ما فيش كده. بس يعني انت لازم يا استاذ جمال، استاذ جمال، استاذ جمال خلي بالك. لا خلي بالك من ظهور الراجل في التوقيت ده. انت في في المراحل، خلي بالك انا ده سمعته. أيوة مثلا مع كابتن هاني حتحوت، سمعته مع كابتن سيف، سمعته مع كابتن شوبير. ده هو امبارح مع كابتن هاني حتحوت، ومع كابتن هاني حتحوت النهارده في الراديو، وكابتن امير هشام يعني مع كذا حد يعني كذا لقاء. يعني اعمل استفهام بقى على المشهد، يعني لازم تتابع. تقول لنا يا استاذ محمود. ما انا بقول لك لا اعمل استفهام. يعني قول لي ايه؟ ايوه ما انا بقول لحضرتك اعمل استفهام. انا عملت على لا استفهام، ماذا يعني استفهام؟ لا ما هو ده ضغط عليك، ضغط عليك. ما هو برضه عنده هو الكابتن المعلومات برضه، يعني سمعت له فيديو يعني انت يعني هاجم قال كلام على الراجل الحالي بيريرا، وقال لك ده ما عندوش فكره.